يونت 7 at home. At home يعني في المنزل. Where is the boy? Where is the boy? يعني أين الولد؟ He is in the living room. He is in the living room. يعني هو موجود في غرفة المعيشة. Where is the girl? Where is the girl? يعني أين البنت؟ She is in the bathroom. She is in the bathroom. يعني هي موجودة في الحمام. هنقرأ الكلمات اللي موجودة في اليونت at home مع بعض. Living room. Living room اللي هي غرفة المعيشة اللي بنقعد نذاكر فيها وبناكل فيها. Bedroom. Bedroom. غرفة النوم. Kitchen. Kitchen. المطبخ. Bathroom. Bathroom. اللي هو الحمام. Garden. Garden. اللي هي الحديقة. نقرأهم تاني. Living room. Bedroom. Kitchen. Bathroom. Garden. Where is the boy? يعني أين الولد؟ He is in the bedroom. He is in the bedroom. طب نسأل سؤال تاني. Where is the girl? She is in the living room. Where is my mother? She is in the kitchen. She is in the kitchen. هنتعلم نقرأ حرف الـ A وكمان حرف الـ S مع الكلمات الآتية. Apple. 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 التفاح. Ant. 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 النملة. Arrow. 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 اللي هو السهم. Star. Star. نجمة. Square. Square. مربع. Sun. Sun. الشمس. هنا برضو زي ما تعودنا هنكتب حرف الـ A ونمشي بالقلم الرصاص من أول رقم واحد لحد ما نخلص للسهم رقم اتنين عشان نكتب حرف الـ A صح. Apple. Ant. Arrow. معنا حرف الـ S برضو. Star. Square. Sun. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، معاكم احمد عبد الشافي من قناه استاذ جرامر. يا ريت اللي بيتفرج عليا لاول مره وما عملش سبسكرايب او اشتراك لقناه استاذ جرامر، يا ريت ندوس على كلمه اشتراك وسبسكرايب مع تفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد لشرح المناهج الدراسيه للغه الانجليزيه في جميع المراحل الابتدائيه والاعداديه والثانويه. هنتعلم الشيبس هنا اللي موجوده قدامنا، الاشكال الهندسيه، ونقراها مع بعض. ستار. ستار اللي هي النجمه. سكوير. سكوير. مربع. تراينجل. تراينجل. تراينجل المثلث. سيركل. سيركل. سيركل اللي هي الدائره. ريكتانجل. ريكتانجل. ريكتانجل المستطيل. بعد كده بيقول لي كاونت اند رايت، هبدا اعد واكتب الرقم. هنا الصوره الاولانيه ستارز في 7، في كام سكوير عندي؟ أبدأ أعد 1 2 3 4 5، أكتب 5. في كام تراينجل عندك هنا في الصورة؟ هبدأ أعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، أكتب 9. في كام سيركل عندنا؟ في 6. معايا الدرس ده لوك أند درو، هبدأ أبص وأرسم. الولد رسم أو البنت رسمت هنا شكل الهوم، شكل البيت، شكل جميل. وفي عندي على اليمين الفوكابلرز اللي احنا خدناها من شويه. معايا التمرين ده بيقول لي لوك اند ماتش، هبدا ابص على الصوره وابدا اوصل. عندي مثلا صوره البوتاجاز بدا يوصلها بصوره موجود فين؟ موجود في الكيتشن. برضو عندي صوره الكنبه، هشوف الكنبه تبقى موجوده فين؟ موجوده برافو في الليفينج روم. صوره الطبق اللي موجود فين؟ موجود في الكيتشن. صوره الفوط والبشاكير موجوده فين؟ موجودة في الباثروم في الحمام. صورة البيد السرير بقى موجود فين؟ في البيدروم. صورة الحلة دي تبقى موجودة فين؟ موجودة في الكيتشن. برافو. هنا بيقول لي لوك كاونت اند كلر، هبص وعد وبعد كده الون. هنا بيقصد عايز اشوف في كام ستار موجودة في الهوم. موجود 6 ستارز فعمل لون اصفر حوالين الستة، وممكن كمان الون لون الستار باللون اليلو اللي هو الاصفر.